أساس الصبح زيه زي أياتها إنسان. شو ذنبه ينطخ في دم بارد؟ كل إنسان بده أهو بيروح لحاله، هو مستقل، شو ذنبه يقتلوه؟ شو ذنبه؟ شو عمل؟ بالنادي تعال فتشوا، فتشوه شوفوا ايش في معه، بس مش مباشرة طخ. حرام عليكم، حرام عليكم، حرام. فيش عندي غيره، فيش عندي غيره، فيش عندي غيره، فيش عندي غيره. بعرف اليوم ابوه هيك قاعد، اخته مش مداومة، طلع بكير لحاله اول واحد، بكير بدون ما يقول لحدا، طلع فيش. انا نايمة اللي اجت بنتي بتقولي ماما، بقولها ايش؟ بتقولي اياه طخوه. ركض نطيت، ركض نطيت وقمت، ركض ما عرفتش كيف، وصلت باب الزقاب، باب الصباط، وصلت باب الصباط بقولهم ايش في، بقولولي بيجروا. جيت على الدار هان الجنود اكتر من البشر هان. بعدين انا تعبت خلص مش قادرة اكمل، حرموني ابني. الله هو كمان إله نفس، نفسه يصلي بالأقصى. أنا مطلب واحد إلي إنه بس باب الأقصى يوقفوه ويروحوه على دار الآخر وين الله كتبه. أنا بس مطلبي، مطلبي هو إنسان تقي بخاف ربنا، إنسان شفاف جدا، رهيب جدا، إنسان مش طبيعي، ملاك كان عايش معي. مش حرام يظلم طفل، مش حرام يظلم هالشاب. والله النسمة، النسمة كنت ما خليها تطب فيه.